ليه كده طيب؟ قول لنا بقى السؤال عشان ما اعرفوش. انا هنا اللي ما اعرفش السؤال. ماشي. هم كاتبين فيها هل كنت قريب من الاهلي في وقت من الاوقات؟ حلو. انا عمري ما كنت قريب من الاهلي. اه. انما الاهلي كان بيبقى عايز. طول الوقت. اه. يعني الثلاث تجديدات الاهلي كان بيجي. وانت عمرك ما كنت عمرك ما عوزت الاهلي؟ هو طبعا النادي الاهلي نادي كبير واسم كبير بس هل في مرحله من المراحل قلت اه لا انا ممكن اروح الاهلي؟ كنت مضيت. اه. لو انا كنت عايز كنت مضيت. اه. لو انا حاسس بس اتفوت. لا طبيعي. بص هقول لك على حاجه. اه. مش من الطبيعي ان انت كريم يطلبك في التليفون تقول له لا. اه. تسمع. على الاقل زي ما بيقولوا كده ايه اعرف تقديري في الماركت عامل ازاي. الله ينور عليك. انما في الاخر انت قرارك ايه؟ اه. انت واخد قرار بايه؟ اه يعني انت لما اتفاوضت مع الاهلي او الاهلي فاوضك وانت سمعت منهم انت كنت كده كده واخد قرارك انك مكمل مع الزمالك. انا مضيت على مع الزمالك على بياض في الثلاث تجديدات دول اللي كان بيتكلم فيهم النادي الاهلي معترض لدرجه النهارده يمكن النهارده انا بقالي اسبوع بقابل الدكتور محمود سعد كل ما يشوفني يقول لي انت ليك عندي جميل في رقبتي. يا دكتور ده انت صاحب فضل عليا. يعني هو صاحب فضل عليا كبير جدا. هل الكابتن خطيب في لحظه من اللحظات اتكلم معاك وقتها؟ اتكلم معاك. كان محمود خطيب نفسه وطلب انك تبقى موجود. لا وقعد معايا وقال لك ايه؟ بص الكلام مع الكلام يعني مش عايز اتكلم في الحته دي لان الحته دي بتشويه بتثير الجماهير. والله لا خلاص. يعني ايه؟ مش لا بتثير الجماهير مش عليا انا لوحدي. يعني بتثير هنا وهنا. لا ليه؟ لان الكلمه كان فيها ايه او الكلام اللي دار كان فيه شويه يعني ايه يعني امور ما ينفعش انا اسيرها دلوقتي خلاص. هو كابتن محمود يعني القعده كانت حلوه ولا ما كانتش حلوه؟ جدا عادي يعني ما كانش فيها كلام يضايق. لا يعني بالنسبه لي انا وبالنسبه له هو برضه لاني انا في مكان عندي قيمه كبيره جدا طبعا. وكابتن نادي وقيمه النادي بتاعي كبيره جدا وانت كرئيس نادي او نائب رئيس نادي شايف مكانك كبير وشايف دنيتك كبيره فالموضوع بيبقى فيه شد سنه يعني خلاص وانا مش عايزين نسير حد.